مع الساف مع الشوط الرئيسي للقعدان ومن ظفر بالاشواط الرئيسية في هذا الصباح للقايا. كان الشوط الرئيسي للبكار مع حكاية والشوط الرئيسي للقعدان مع عساف. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. شوطنا الثالث والزميل بسام الشمري. شكرا للزميل شجاع العتيبي. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، احييكم بتحية الاسلام الخالدة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واسعد الله صباحكم بكل خير وبركة بانطلاقات وتحديات ميدان الشحانية برابع ايام السباق المحلي الاول. نتواصل بانطلاقة الشوط الثالث لفئة اللقاية البكار بشعارات اصحاب السمو الشوقي والسعادة المتواجدين والمقدمين ما لديهم من هذه النوعيات الفريدة والمميزة. الاربع كيلومترات هي رحلتنا المتواصلة مع هذه الاسماء الباحثة عن الناموس وعن الانتصار في بداية هذا الموسم. نبدأ على بركة الله بعد المراكز الاولى ومن تتواجد على المقدمة. صواب لهجنم الزبار بمتابعة المحنك عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري يتابع هذا الانطلاق والاندفاع مع المركز الاول، بينما المركز الثاني اتابع القادمة والحاضرة هنا في هذه اللحظة نبى لهجن الشحاني لهجن مزبار بمتابعة سالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري على المركز الثاني، بينما المركز الثالث التي تتسلل بدورها الى المركز الثاني هنا الوجبة لهجن مزبار بمتابعة حمد بن محمد بن جرحب يتابع الوجبة على المركز الثاني. المركز الثالث هناك نبأ ايضا بالشعار هجن ام الزبار وسالم بن سعيد بن دلهم الهاجري، بينما المركز الرابع اتابع القادمة بحور لهجن ام الزبار وحمد بن محمد بن جرحب المري متابعا مراقبا لبحور، بينما المركز الخامس تتقدم بهذه اللحظات غند لهجن الشحانية متابعة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل يتابع قند على المركز الخامس. وهذه النتيجة مشاهدين الكرام مستمعين الافاضل للخمس الاسماء الاولى، الخمس الشعارات التي تسيطر على دائرة النداء والاذاعة وتنطلق في هذا التحدي وهذا المسار الكبير وهذه المنافسات المميزة مع هذه النوعيات الفريدة والاصيلة التي تشارك وتزين أرضية ميدان الشحانية. ولكن أعود مع البداية، أعود مع مقدمة الشوط ومع صواب على المركز الأول. صواب تحافظ وتسيطر على صدارة الشوط بشعار هجن ام الزبار وبقيادة عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري يتواجد باحث عن انجاز تلو انجاز في هذا التحدي الكبير وهذه المنافسات المميزة. المركز الثاني تتقدم الوجبة حاملة للرقم واحد وطامعة بالمركز الاول، حاملة لشعار هجن ام الزبار وبمتابعة حمد بن محمد بن جرحب المري يتابع الوجبة التي بدأت تعبر وتمر نحو الصدارة ونحو مقدمة الشوط، بينما الاسم القادم على المركز الثالث تتواجد بحور ايضا بشعار هجن ام الزبار وبقيادة حمد بن محمد بن جرحب الذي يقدم هذين الاسمين الكبيرين الذي يتواجدا على المركز الاول والثاني في هذه اللحظات. الوجبة وبحور بشعار هجن ام الزبار
بقيادة حمد بن محمد بن جرحة بالمري. المركز الثالث بدأت تتحرك غند على المركز الثالث بشعار ولواء هجل الشحانية مع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل متابعا لقند على المركز الثالث حاضرا بحضور الكبار. بينما المركز الرابع صواب لهجرم الزبار بقيادة عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري على المركز الرابع. والمركز الخامس يتابع انوار لهجرم الزبار وبقيادة الصارم محمد بن بخيت بن برقان بن مقارح يتابع انوار على المركز الخامس. هذه نتيجة مشاهدي الكرام للخمس المراكز الأولى التي تنفرد وتنطلق في موقع التحدي والمنافسة. ولكن شعار هجر الشحانية غير واحتل المرتبة الأولى مع قند البرنس جار الله بن محمد بن عقيل حاضرا متواجدا متابعا لقند التي تتسلل إلى المركز الأول باحثة عن هذا الإنجاز تسير نحو الناموس والانتصار بهذا الشعار الكبير وهذه مؤسسة العملاقة. بينما المركز الثاني اتابع هنا صواب على المركز الثاني لهجرم الزبار عبد الله بن علي بن سلام الهاجري. ولكن غند ما زالت على الصدارة ما زالت صامدة في مقدمة هذا الشوط تحركت مع الامتار الاخيرة محققة لهناموسي هذا الشوط مع هذا الاداء المميز والجميل. تهانينا والف مبروك لهجر الشحانية على فوز غند وتهانينا لبرنس جار الله بن محمد بن عقيل. المركز الثاني صواب لهجرم الزبار بقيادة المحنك عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري. والمركز الثالث بحور لهجرم الزبار مع حمد بن محمد بن جرحب المري. والمركز الخامس الرابع الوجبة لهجرم الزبار بقيادة حمد بن محمد بن جرحب المري. والمركز الخامس انوار لهجرم الزبار مع صارم محمد بن برقان بن مقاره. هكذا مشاهدي الكرام مستمعينا الافاضل تابعتم معنا المنافسات والتحديات هذا الشوط. فكانت غند حاضرة متوجة بهذا الناموس 6 دقائق 12 ثانية 47 جزء من الثانية تاهي والناموس لهجر الشحانية والبرنس جار الله بن محمد بن عقيل على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني جاءت صواب بشعار هجرم الزبار 6 دقائق 13 ثانية 5 أجزاء من الثانية تايونا موس لهجرم الزبار والمحنك عبد الله بن علي بن سلامة الهاجي على فوز غند. في المركز الثالث المركز الثالث وصلت بحور 6 دقائق 14 ثانية 43 جزء من الثانية تايونا موس لهجرم الزبار وإلى حمد بن محمد بن جرحب من غادة بحور حاصلة على المركز الثالث.